بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 80 بعد 100. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. سئل الشيخ رحمه الله عمن يقول عن نصوص الصفات إنها تدل على التجسيم، والعقل دل على تنزيه الرب عنه، فالأسلم للمؤمن أن يقول هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله. فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر، اضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين من أوائل 100 الثانية من الهجرة النبوية، فأما المئة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا، وإنما نشأ ذلك في أوائل 100 الثانية لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات، فظهرت مقالة الجهمية نفات الصفات، قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض ومعان تقوم بغيرها، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والله ليس بجسم، لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث. قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام، فإن بطل هذا بطل الاستدلال على حدوث الأجسام، فيبطل الدليل على حدوث العالم، فيبطل الدليل على إثبات الصفات. قالوا: وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب من أجزائه، والمركب مفتقر إلى غيره، ولا يكون غنيا عن غيره إلا واجب الوجود بنفسه، والله تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه، إلى آخر ما ذكر الشيخ عنهم من الاعتراضات والافتراضات الفارغة. ثم قال رحمه الله: فلما ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والأئمة مقالتهم وردوها وقابلوها بما تستحق من الإنكار الشرعي، وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخر 100 الأولى وأوائل 100 الثانية في دولة أولاد الرشيد، فامتحنوا الناس المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك، مثل إنكار الرؤية والصفات بناء على أن القرآن هو من جملة الأعراض، فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض، فيلزم التشبيه والتجسيم بزعمهم. وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه، فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين، فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة وعلى المشبهة الممثلة. وكان أبو الهذيل العلاف ونحوه من نفات الصفات قالوا: يقتضي إثباتها أن يكون الله جسما، والله منزه عن ذلك. قال هؤلاء أي الممثلة: بل هو جسم، والجسم هو القائم بنفسه أو الموجود أو غير ذلك من المقالات، وطعنوا في أدلة نفات الجسم. ثم ذكر الشيخ مقالة ابن كلاب وابن كرام وأتباعهما في الرد على أولئك، ثم قال: وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات، بل اعتصموا بالكتاب والسنة، ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل، فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقا يجب الإيمان به، وإن لم تعرف حقيقة معناه أي كيفيته، وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون، فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نعرف مراد المتكلم، فإن كان مراده حقا موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي وإثبات قلنا به، وإن كان باطلا مخالفا لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به. ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين،
وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. فطريقة الرسل ما جاء بها القرآن، والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل، وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل. فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم غفور رحيم، وأنه سميع بصير، وأنه غفور ودود، وأنه تعالى على عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجلى للجبل فجعله دكا، وأمثال ذلك. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيثبت الصفات وينفي مماثلة المخلوقات. ولما كانت طريقة السلف أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومخالف الرسل يصفونه بالأمور السلبية: ليس كذا ليس كذا، فإذا قيل لهم فأثبتوه قالوا: هو وجود مطلق أو ذات بلا صفات. وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج مطلقا، بل لا يوجد إلا معينا، ولا يكون للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات، بل إما أن يعطلوه أو يجعل وجوده وجود المخلوقات أو جزءها أو وصفها. والألفاظ المجملة يكفون عن معناها. ثم بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة من مقالات هؤلاء فقال: فإذا قال قوم إن الله في جهة أو حيز، وقال قوم إن الله ليس في جهة ولا حيز، استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده، فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك، فيقولون: ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والله تعالى منزه بائن عن مخلوقاته، فإنه سبحانه خلق مخلوقاته بائنة عنه متميزة عنه خارجة عن ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ولو لم يكن مباينا لكان إما مداخلا لها أو حالا فيها أو محلا لها، والله تعالى منزه عن ذلك. وإما أن يقال لا يكون مباينا لها ولا مداخلا لها فيكون معدوما، والله تعالى منزه عن ذلك. والجهمية نفاة الصفات، تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد أو يصرحون بذلك، وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل، فنفاتهم لا يعبدون شيئا، ومثبتتهم يعبدون كل شيء. ويقال أيضا: فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق بائن عن المخلوق، فإذا قال القائل هو في جهة أو ليس في جهة، قيل له: الجهة أمر موجود أو معدوم، فإن كان أمرا موجودا ولا موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق بائن عن المخلوق، لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة. وإن كانت الجهة أمرا معدوما بأن يسمى ما وراء العالم جهة، فإذا كان الخالق مباينا العالم وكان ما وراء العالم ما وراء العالم جهة مسماة وليس هو شيئا موجودا، كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.